أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا عبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل توحید آفیشیل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.